إلى أن رقمنا كل الحلقات الموجودة عندنا. راح نبلش، راح نقول نحدد بها التفرعات اللي موجودة عندنا. حددنا أول شيء الهيدروكسي، الموجودات عندنا قلنا بمو وكربون رقم واحد عندي تفرع هيدروكسي. شنو نوع التفرع؟ تفرع مالتها بيتا. ليش؟ لأن اللون مالتها كثيف، إذن بيتا، واحد بيتا. موقع رقم ثلاثة عندنا هيدروكسي، إذن ثلاثة الأسرة مالتها تكون عندي إلى الأمام، إذن بيتا. عندنا كربون رقم سبعة أيضا عندنا هيدروكسي، أيضا الأسرة مالتها راح تكون عندنا بلون كثيف، إذن سبعة بيتا. وصلنا الـ14، راح نقول 14 بدون ما نذكر البيتا. راح نقول عندنا تترا، يعني عندنا هنا أربعة من مجموعة مجاميع الـ OH، إذن أربعة هيدروكسيل. راح نجي للبقية اللي بقوا عندنا، بقية التفرعات اللي موجودة عندنا برقم 16 اللي عندنا OCH3، وعندنا اللي راح نقول 16 لأن الأسرة مالتنا بلون كثيف، راح نقول بيتا. وعندنا ميث، إذن ميثوكسي. وعندنا أيضا الأسرة أو التفرع الثاني اللي هو COOH، COOH اللي هو راح نقول عليه 12 بيتا. ليش بيتا؟ لأن هاي الأسرة مالتنا كثيفة، إذن بيتا. كاربوكسي، إذن عندنا بس كربون متصل بما بي أو أو إتش، إذن هذا كاربوكسي. راح نجي على 14 ألفا كارد. ليش قلنا كارد؟ قلنا كربون رقم 14 إجا اتصل عندنا نانا، إذن 14 كارد، لأن حلقتنا شنو؟ خماسية. وخمسة وعشرين، نجي هسه على الأواصر المزدوجة، راح نقول عندنا هنا عندنا أسرة خمسة إلى ستة، إذا ناخذ بس خمسة. راح نجي عندنا أسرة ثانية بلي عندنا هنا، راح نقول 20 22. ليش أخذنا هذول الرقمين؟ لأن هاي الأرقام هنا عندنا غير متتالية، أرقامنا غير متتالية، فبالتالي راح ناخذ الأرقام. قلنا هنا أخذناها 5 و6، أخذنا 5 لأن أرقام متتالية، بين هنا 20 22 أرقام غير متتالية. إذا قلنا فقط 20 راح تعتبر إنه الأسرة بهذا الموقع موجودة، من أرقامنا متتالية ناخذ الأصغر. بينما لو كانت عندي بأرقام غير متساوية غير متتالية راح نكتبهم اثنينهم، نقول 20 22. مثل لو كانت عندي الأسرة هنا راح نقول فقط 15، بينما لو كانت عندي موقع آخر مثلا نقول عندنا هنا بهذا الموقع راح شو نقول؟ إنها لا عندي ب 11 9 9 و11. راح نجي هسه الدراغز اللي تحتوي إنها على كارديو أكتيف جلايكوسايد. نجي على النوع الأول اللي هو ديجيتالس، تكون عندنا دريد ليف، عبارة عن أوراق تكون عندنا مجففة. ديجيتالز بيرا بيرا هذه من الأنواع مالتها. راح نجي هسه ناخذ المعلومات مالتهم. شنو المعلومة مالتها؟ إنه هي تكون عندي نيتف، يعني تكون عندي الموطن الأصلي للزراعة مالتها، the most temperature temperature يوروب، وين؟ في أوروبا. لكن تم استزراعها وين؟ في نورث أمريكا and some other temperate region، وفي مواقع أخرى. الديجيتالز from the Latin digitus mean fingers. شنو معنى الديجيتالز؟ معناها fingers، معناها الأصابع. مثل ما تلاحظ هنا إذا نلاحظ الأوراق مالتهم تكون عبارة عن أوراق بشكل إصبعي. shape finger shape callus pera. شنو البارت اسمها اللي هو pera pera؟ دل عندنا على the purple color of the flower، يعني اللون اللي يكون عندي بنفسجي للأزهار سميناها بيرابيرا. راح تتوي إن على most important for medical viewpoint اللي راح تتوي إن على بارتات مهمة أو تراكيب مهمة اللي هو ديجيتوكسين، الجيتوكسين والجيليتوكسين، الجيتال توكسين، تكون نسبة مالتهم 0.16%.
اللي هي تكون عندنا هاي التراكيب مالتهم، هاي المركبات اللي هي تكون موجودة عندي بديجيتاليس. نجي على النوع الآخر اللي هو ديجيتاليس لاناتا. هذه النوع راح تحتوي لنا على هذيك المواد اللي ذكرناهم قبل شوية، هذه المواد اللي هي وإضافة إلى مواد أخرى. يعني هاي المركبات ثلاثة وجودات عندنا راح يكونون موجودين عندنا بالديجيتاليس، اللي تكون عندي ديجيتاليس بيرابيرا، ولكن بالديجيتاليس لامتا راح تحتوي لي على 5 أنواع من المركبات. راح تحتوينا بالإضافة إلى الموجودات عندنا ديجو جينين وديجي نيتوجينين أو كارد دي لانتا بات نود إن دي بيرابيرا. يعني راح تكونان موجودات عندنا بال دي بيرابيرا بس باللانتا، بس البيرابيرا ما تكون موجودة بها. نجي هو على هاي المركبات مالتنا، نعرف شنو الفرق بيناتهم. عند بهذا البارت نلاحظ انه هاي الـ OH هنا ما عندنا OH، بالديجو ديجو اكسيجينين والديجينيتيجينين نحفظ واحد منهم والثاني شنو الفرق. اذا حفظنا هذا التركيب ونحفظ الديجينيتيجينين راح تحتوي هنا على OH، بين هنا راح تكون عندي عبارة عن H عادية. هنا ذكر ان كل مركب او كل مادة عندنا او مشتق راح تكون موجودة عندنا وين؟ راح تكون عندنا بالدي بيريفرا ونادي لانتا، راح تكون موجودات عندنا. هنا ما راح تكون موجودة، راح تكون موجودة فقط بالدي لانتا. هنا نحفظ ايضا انه هاي مين جتني، جاني من الديجي توكسين، هنا جاني بالدي لانتا من الاستيل ديجي توكسين، وهكذا نحفظها. هذا للاطلاع من الفارماكولوجي بروبرتيز، يعني الخواص الطبية والعلاجية مالتها. الكاردياك لاكوسايد increase the force and speed of contraction of the heart، يعني راح يزود ان القوة والسرعة مالت الانقباضات او التقلصات مالت القلب. in patient positive entropic effect راح يكون لها تأثير ايجابي. شنو التأثيرات مالتها؟ اللي هي increase the cardiac output، يعني كمية الدم اللي يتم ضخها من القلب راح يزداد. increase in cardiac work capacity without increase in oxygen consumption، يعني انه راح يزود ان السعة مالت القلب والقدرة مالتها على ضخ الدم، لكن هذا الاستهلاك للأكسجين ما راح يزيد عندنا. و decrease in arterial resistance، يعني هاي الأوعية الدموية من يتم ضخ الدم إلها راح تضغط عندنا على الأوعية. الأوعية إذا ما راح تتوسع عندنا حتى تستوعب هالكمية الدم المفخوخ إلها راح يصير عندنا ارتفاع بالضغط، راح تسبب إنه ممكن في التأثير على الأتريال مالتنا. لذلك شنو راح يصير؟ اللي راح يصير عندنا إنه هاي المقاومة يعني عدم التمدد بهاي الأوعية الدموية راح تقل عندنا، فتكون من السهولة إنه هاي الأوعية الدموية إنه تتمدد وتنطي للدم في المسار تنتشر عن طريقه إلى كل أجزاء الجسم. therapeutic indication، يعني شو التأثيرات مالته؟ cardiac insufficient with low output، إنه قصور القلب اللي يكون أشخاص عندهم الدم أو ضخ الدم يكون عندهم منخفض، وأيضا عندنا abnormality to slow down or decrease atrial fibrillations ممكن يسبب الارتجاف الأذيني. cardiac drugs official in BP and USP، يعني شنو الكارديك دراج؟ يعني تكون عندنا رسمية موجودة عندنا بدو بريتش فارموكوبيا واليونايتد ستيت فارموكوبيا، اللي تيجي تضيف تكون عندنا عبارة عن أوراق مجففة ممكن نستخدمها، يصنعوها على شكل ديجيتال ستيت تابلت، عبارة عن تابلت شكل حبوب. عندنا ديجيتوكسين تابلت يكون عندنا 200 ماكروغرام بالتابلت الوحدة، وديجوكسين تابلت 250 ماكروغرام تابلت، وديجوكسين انجكشنز اللي تكون عندنا بشكل حقن اللي هي 0.25 ب 0.025% ديجوكسين، تكون عندنا بالصيدلية متوفر بهذه الأشكال.
نجي على فد نبتة ثانية أيضا تحتوي إنها على الكاردياك أكتف اللي هي سكويل، راح تكون عندنا على نوعين، أما وردية أو وايت. الوايت راح تكون عندنا consists of the cadrate bulb of the eugrenia martemia of lycia it's used for expectorant، عبارة عن مادة مقشعة، but it also possesses emetic، يعني مادة تكون عندنا مقشعة ومادة تكون عندنا تساهم بعملية التقيؤ، and cardiotonic يعني مادة انه تزود لنا نبضات القلب، and diuretic action يكون لها التأثير على اثر عندنا على الادرار. عندنا هنا هذه التفاعل مالت المادة، راح يكون عندنا مسلكين، المسلك الاول اللي هو راح يكون عندنا المركب مو مباشرة راح يعطيني هذا المركب، لا راح يسلك طريقين، خطوة خطوتين، بينما بالاستيك هيدروليسيس بالتحلل الهيدروليسيس يعني راح يصير عندنا بالضبط ان هاي المادة مالتنا السيلورينز مادتنا جبتها خليت عليها اسيد هيدروليسيس، فد مادة عندي حامضية مثل نقول جبنا H2SO4، هنا مباشرة راح ينطيني السيلوريدين والسيلوريدين بوز، وبينما لو استخدمت الانزيمك هيدروليسيس تحليل الانزيمي راح ينطيني اول شيء هاي المكونات، بعدين راح اجي اخلي لأسيد هيدروليسيس يعني فد حامض اضيفه عليه، بعدين اللي ينطيني هاي الناتج اللي انا اريدها. اذا بطريقه الانزيم او الانزيمك هيدروليسيس كنا لي اكثر من خطوه، بينما بالأسيد هيدروليسيس التحلل مالتنا راح يكون مباشر. نجي هسه على الريد سكويل النوع الثاني اللي يكون عندنا باللون الاحمر، راح يكون عندنا very toxic it's used as rodenticid، يعني لما نستخدمه للقوارض قاتل للقوارض بسبب تسميته. نيريوم اولدينر يكون التوكسيك ان ال بارت، يعني راح يكون عندنا سام كل الاجزاء مالته، وبالتالي ما راح تكون له هذه الاستخدامات الطبيه. Odinol therapeutic purpose as a treatment of the cardiac deficiency، ممكن نستخدمه بشنو؟ بالعلاجات اللي قصور القلب، symptom of toxicity، شنو الأعراض عندنا مالت هاي السمية مالتها؟ الأعراض مالتها اللي هو أعراضين نوعين، اللي هو gastrointestinal تأثير على الجهاز الهضمي والcardiac effect وتأثير على القلب، اللي على القلب عرفنا شنو سببنا قصور القلب، بينما التأثير على الجاسترونتستينال سمن النوزية الغثيان والأبدومينال الألم يكون عندنا بالبطن and vomiting التقيؤ والهايبرسالفيشنز غزارة اللعاب الدياريا الإسهال، وغالبا راح يكون عندنا بلودي دياريا يعني إسهال دموي. زين احنا هاي النبتة بس هاي اللي نستفاد من عنده بس انه الانسان تسمم ويموت؟ لا، استفاد من عندها انه لقوا بعد الدراسات انه استفاد من عندها كولون كانسر، حتى يعالج عندنا او يساعد عندنا في التأثير على الكانسر يكون عندنا موجود بالقولون، اللوكيميا الناس اللي عندهم نقص كريات الدم البيض، البنكرياس كانسر الناس عندهم كانسر بالبنكرياس، البروستات كانسر، وايضا شنو التأثير مالته على الكانسر؟ راح يكون عندنا سايتوتوكسيك اكتيفيتي، يعني فد نشاط يكون عندنا نشاط سام للخلايا السرطانية، فبالتالي راح يكون إلى فد استخدام كيموثيرابي، يعني مع العلاج الكيميائي اللي يستخدموه للناس المصابين بالكانسر راح يكون إلى هذا التأثير السام على الخلايا السرطانية فيساعد إنه يقضي عليها. هنا نكون خلصنا محاضرتنا لهذا اليوم.